رمضان كريم مشاهدي المدى، أنا حامد السيد أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم ناس وحكومة. أنا الآن في حقيقة سوق السراجين، هذا السوق القديم، السوق التاريخي، وأيضا المهنة القديمة في هذا السوق راح نتابعها ونتابع هموم أصحابها، وكذلك راح ننتقل في بداية الحلقة إلى واحدة من المهن الأصيلة في هذا السوق، والمهن اللي لا زالت محافظة طبعا ولو بشكل نسبي على قيد البقاء، تحاول أن تحافظ وتحاول أن تصمد اتجاه الآلات والتطور التكنولوجي الحديث، وهي مهنة الجلادين. أنا قريب من أقدم جلاد يبدو في سوق السراجين في منطقة الرصافي ببغداد، أبو زيد اللي هو صاحب مكتبة زهرة الربيع، وهذه المكتبة طبعا مؤسسة عام 1950. أبو زيد حياك الله، مرحبا. هلا عيني، هلا وياك، شلون صحة؟ هلا وقلبي. أنت أقدم جلاد هنا لو أقدم مجلد هنا لو بغير مكان كنت بغير مكان. زين، أنت عام 1950 تأسست المكتبة مالتك، مكتبة يعني زهرة الربيع، بالسراج كنت، ها، وبالعظمية وبالكاظمية، أي كل مكان فتحنا محلنا يعني ويا العمل. طيب الله يحفظك، عام 1950 تأسست المكتبة، العش قد عمرك؟ الوالد كان وياي بذاك الوقت. ها، الوالد. الوالد اي. كنت شاب انت بال 1950؟ كنت شباب، عمري 12 سنة. ما شاء الله. اي هلا وبيك. أيه. يعني بعدك محافظ على تجديد الكتب، تجلد الكتب يدويا، عندك القدرة؟ اي نجلد، ونجلد كتب ونصلح اقلام. زين، شنو الاقلام اللي تصلحها؟ اقلام باركر وشيفر. باركر؟ اي، بس هسه الاقلام اندثرت لانه هسه الدوائر الرسميه ما قامت تشتري اقلام حبر ولا قامت تكتب بقلم حبر. لا عاد ايش تستخدم؟ قاموا يكتبون بقلم جاف وشغلنا وقف فدوه وسوفت. اي لا تصليح. قبل سابقا الوزراء المدراء العامين كل واحد حاط له قلمين بجيبه باركر من غير الميز او شيفاز. اي من غير الميز، قلم باركر وشيفاز كلها ماركات عالميه. مدير عام وزير ما يصير يطلع بقلم جاف بربع دينار شايله. هسه لا، هسه بربع دينار شايله قلم. يعني إيه؟ القلم كان جزء من شخصيته يعني؟ إيه، من شخصيته جزء، يعني كاريزما. اي سابقا احنا من كنا نروح للدوائر، احنا هم سابقا انا كنت موظف. زين، احنا نحط هناك منديل. زين، ونحط القلم يمه. ها، واحد ونا داخل واحد لاخ، نقول هذا خاف يخلص هذا عندنا اللاخ. والله احتياط، هالشكل شغلتنا، جزء من هويتك كان جزء. إيه، من هي إيه، لازم نشوف نفسي نقص عندنا لا رتبه ونترس حبر ونطلع. هسه الوزير والمدير شيشي ليه قلم؟ هسه مدير عام كاتب له قلم سوفت بربع دينار، ما يهلا يشتري له قلم باركر ولا شيفر. كنا سابقا يجون علينا الدوائر يشترون قلم باركر شيفر، هسه ماكو، شغلنا مبنشر وقفتنا. انا اشوفك عارض مجموعه من الاقلام هذه ماركات لو شنو؟ ما حد يشتري، هي كلها ماركات عالميه. هاي ها، كلها مطليه بالذهب واشكال. هذا شنو هذا؟ شفير هذا لو شنو هذا؟ هذا القلم الجوة باركر. باركر، ها، باركر 51. هذا مصنوع قبل 80 سنة. زين، هذا الباركر ال 51. 51 يعني عام 1951 مصنوع لو شنو؟ قبل 80 سنة. 80 سنة. 80 سنة صار له مصنوع، أكثر من 80 من زمن الملك غازي. إيش قد سعره هسه حاليا؟ 250. 250 ألف؟ إي، بينما لا يجي من الخارج ب 500 ما يطلع. ما تسعيرته. هذا أنتيك يعني؟ إي، لأن سلايته ذهب، خبغه ذهب. لا. إي. طيب. تجليد الكتب سولف لعلي. تجليد الكتب. جاي يجلدون يمك كتاب؟ لا. قبل كانوا يجلدون، لسه ماكو. لا حد يجلد، ولا حد يشتري أقلام، ولا بيع ولا شراء، واقف عملنا فدنا. مش عجب. إي والله ماكو ناس، شوف الدنيا. حسب ما تشوف الشاهد بنفسك انت فارغ. شوف واحد يمشي شب الشارع، لا فارغ، سوق السراي، صح، ماكو حد. ها، اباعد يعني شنو اللي اصابه ابو زيد؟ انت قديم هنا بالشارع. ايه، احكي له بصراحه، الزمن تبدل، الظروف تغير، الناس ما عادت تقرا مثلا، ما عادت تقتني الكتاب وتحافظ على الكتاب. شنو اللي الاختلاف؟ لو ضاع شويه الدنيا ما قامت تطلع، ما قامت تطلع، قليل قليل الخروج مالتها. سابقا كان يجون يقول له وين رايح؟ ده اروح لبغداد. زين، اروح ادور لي، شوف شلقي لي حاجات شيء، هسه البس قميص اشتري بنطلون، ماكو حد يطلع لا يشتري قلم باركر يشتري غير شيء، هسه ماكو، حاطين وقاعدين.
قبل معدل يوم ايش قد كنت تجلد كتب؟ قبل كانت زين يعني اكو تجليد يعني زين يومي 10 كتب، بس ماكو كتاب واحد بدا يجي. اشهر كتاب جلدته؟ الشهر بدا يجي واحد. اشهر كتاب جلدته لاي شخصيه تابعه لاي مكتبه؟ حافظ بذاكرتك شيء مثلا شخصيه زارته قالت لك جلد لي مكتبتي كتبي؟ والله ناسي. اي والله. منو بعت له قلم باركر من الشخصيات المعروفة؟ أو كان زبونك مثلاً؟ يجون من عند كان قبل يدز الجندي مالته رئيس أركان الجيش بوزارة الدفاع. يجي يشتري من عندي ويصلح أقلامه. أي. زين. أي ماكو بعد هالقد. قلت لك حكيت لك يعني الشغلة وقفت فد وقفة هسه. زين. صار لنا مو سنة وسنتين، صار سنين. صار لنا 13 سنة هيك. يعني بعد التغيير 13 سنة اي ماكو لا بيع ولا شراء. اها. ولا تصليح ولا ابد، كله وقف العمل. زين حركة السائحين موجودة؟ سائح أجنبي يدخل لكم بالسوق؟ ابدا ماكو، لا اكو سائح أجنبي، هم كان اشتغلنا زين، هم كان استفادينا. ماكو سائح؟ ابدا ما حد يجي. شنو سبب امتناع السائحين برأيك؟ ما يجون سائح، ما يجي. ماكو لا دول عربية ولا أجنبية. اي ما حد يجي، قبل كانوا يجونا من الاردن، يجونا غير دوله ماكو هسه. دول الخليج تجي يمك؟ لا قبل هم يجون، اي كانوا يجون من السعوديه، يجون الامارات. بعت اقلام الشخصيات الاجنبيه انت؟ يشتروني سعوديه ما عندهم اقلام، لان انا رحت للسعوديه، رحت عمره للسعوديه، قلت بدربي خلاف ترب الاسواق مالتهم، قلت له وين هاي الاقلام مالتكم الباركر الشيفر؟ قال لي عمي بسوق السراي عند ابو زيد. قلت له شو من ابو زيد؟ قلت له انا ابو زيد. قال لي وين نجي من عندك نشتري؟ غريب، احنا ما عندنا اقلام. هاي يا عام حجي هذا قبل حوالي فت 7 سنين. زين زين 8 سنوات اي والسبح قال نشتريها من سوق هرج. سوق هرج الكهرب. الكهرب الكهرب وغيرها انواع عندهم هناك يبيعون. طيب شو توفرون قوت يومكم لعد اذا ماكو سوق وماكو حياه هنا؟ والله هاي ناخذ من الولد، من عندنا ولدنا. والله اي من ولدنا نحتاج ناخذ منهم. انت اليوم بأي ساعه فتحت؟ انا اليوم فتحت من الصبح ليتسا دينار ما بايع، لو ما جاء هذا الولد استنسخت له. استنساخ؟ اي والله لو ما ذني استنسخت له ولا فلس بايع. ما حد جلد كتاب؟ ما حد اشترى قلم؟ ابد ولا قلم ولا كل شيء. زين صفر، كل شيء ماكو. بس انت مو اليوم، مو اليوم صار هواي هاي. بس انت مكتبتك شامله ابو زيد؟ كل شيء نبيع، عسل نبيع، تجليد وتصليح وباجات وهاي، بس ماكو. عسل شلون راهم؟ عسل زهره الربيع، عسل صافي. وشلون راهمت مع مهنه التجليد؟ اي هذا العسل مال ابني مو مالتي. فابني هو يجيبه من المنحل، عنده منحل. زين. واني ابيع لي اياه، اساعده ابيع لي اياه، لان هو ما يدبرها. ابو زيد يعني خلال 5 أعوام 4 سنوات الجايه هاي تنقرض المهنه؟ تروح؟ ما ندري، ما حد يجي، وتجليد ماكو، تصليح ماكو. تصور اشترينا الاقلام، اقلام الثمينه حطينا كل فلوسنا وحاطين وقاعدين. ايش قد قيمه الاقلام عندك؟ ايش قد عددها؟ والله هواي هاي بجام خانه. شوف زين ما حد يشتري. انا اتمنى لك الصحه ودوام العافيه. انا وبيك عيني. شكرا جزيلا. واتركك حقيقه ولو احنا اخذنا من وقتك، وانت ايضا يعني مضطر ان تذهب الى طبيب يبدو. اي والله الله يخليك ان شاء الله، يوفقك الله. الله يسلمك. مع الشكر الجزيل لكم ولقناتكم. الله يسلمك. شكرا ابو زيد. الله غاد. شكرا جزيلا، يخليكم. هذا ابو زيد مشاهدينا شاهدنا اللي هو صاحب يبدو أقدم مكتب اللي هي زهرة الربيع في سوق السراجين ببغداد، اللي واحدة من المكتبات المعروفة بتجليد الكتاب وبيع أقلام الباركر والشيفاس. سمعنا من أبو زيد قصة مؤلمة لقضية الباركر والشيفاس بالنهاية. وكان يتحدث أبو زيد، عندك شيء تضيفه أبو زيد؟ والوزارة والغذاء الملكي عندنا. العسل الصافي والغذاء الملكي صافي 100%. زين جيد جدا. انت الملك ملاحق عليه لو لا؟ الملكي شايفه واقف يمه، واقف يمه حاكي. ما بعت له قلم؟ ابوك ما باع له قلم؟ وين انا عشط ابن يم نهر دجله، وكان يجي بالمطار. والله بالمطار، ونزل هو خاله وياسين الهاشمي رئيس وزراء.
احنا وين عجروا في يم المي؟ قريب من المستشفى النعمان. وش سوى الملك؟ الملك نزل هو وخاله وياسين الهاشمي، خاله للملك قام يأشر هيك على اتجاه مستشفى النعمان. بعد فترة كم يوم قالوا راح يسوون جسر هنا يوم مستشفى النعمان. رصد له يعني للشركة مالته. جوي وراء سنين جتي سويتها الشركة. هذا الجسر لسه حاليا يوم مستشفى النعمان. اللي هو نفس جسر الشهداء دي؟ لا. الجسر الأمة. مستشفى النعمان. يا مستشفى النعمان يا جسر النعمان هي جسر, جسر الحديدي 14 رمضان جسر الحديد جسر 14 رمضان نعم شركه يابانيه سوت درجه اولى شغلهم اليابان درجه اولى شغلهم مال اوادم زين انا اشكرك ابو زيد العفو عني ممنون قلت له اتيت فارغ انا اوفر لك حكي على الملك وشنو سوى وامه سوت ام الملك اقول العفو اي ام الملك اجيك زياره خاصه اوكي ان شاء الله واتمنى الزياره ايضا مو اعلاميه استفيد منك كشاب يعني ان شاء الله احكي لك عن اتابع سيرتك وسيره الملكيه كل الملكيه واعمالهم كلها احكي لك اياها ممنون منك ابو زيد اتمنى لك الصحه قدامنا والله ابو زيد مستودع يعني مال اسرار ومال قصص مشوقه طبعا وكان يتحدث بطيبه وبموده مع قناه المدى ومتفائل يبدو أبو زيد بس أبو زيد يعني صاحب مهنة بيع الأقلام بالشيفاز والباركر وهي مهنة شبه منقرضة طبعا في شارع السراي أو سوق السراي المحاذي لشارع المتنبي ببغداد احنا جايين نشاهد هذه المجموعة من البضاعة مشاهدينا الكرام المعروضة اللي هي لأصحاب مهنة السراجين اللي هي مهنة صناعة الحقائب والأحزمة وأيضا سراج الخيل ما أعرف هسه إحنا عندنا خيول المن جاي يروجون بضاعتهم منو زبونهم السائح الأجنبي ما جاي يشوفها بالمتنبي ولا أيضا يعني متبضع عراقي بالنهاية المهنة كاسدة ومتوقفة وتحتاج إلى تأمل وإلى بحث وأيضا إلى على الأقل إلى رعاية وإلفات نظر من قبل الحكومة أما هذا المسجد اللي يشوفوه مشاهدين اللي أنا أقف قربه الآن أتمنى من زملائنا طبعا أحمد يصور لي سنة تأسيس هذا المسجد مسجد الوزير اللي هو بني من قبل الوزير حسن باشا ابن الوزير محمد الباشا في عام 1660 ميلادي هذا شارع تاريخي شارع ينبغي أن تهتم به وزارة السياحة وزارة الثقافة هذه الإيوانات اللي جاي نشوفها الجميلة هذا الطاق الكوفي هذه الزخرفة هذه كلها تحتاج على الأقل إلى رعاية تحتاج إلى عناية وأيضا تحتاج إلى إلفات نظر من قبل وزارة الثقافة وزارة السياحة وهذا شكل الشارع مشاهدي جاي نشاهده جاي نلاحظه شبه فارغ ما بي لا زبون عراقي وأيضا لا وافد أجنبي من خارج العراق هذا الوافد حتى مو عربي وهذه المحلات اللي جاي نشاهدها أمامنا مشاهدين الكرام هي محلات شبه فارغة لكن مليئة بالبضائع مليئة بالحرف مليئة يعني بالمشغولات اليدوية وهذه مهن إذا تبقى هيشي حقيقة متوقفة كاسدة قد تكون معرضة إلى الانهيار معرضة إلى الانقراض وهذه السيرة أو موجز عن سيرة شارع السراجي أنا جاي أشوف شاب هنا أنا جاي يلعب بالموبايل مالته ما أعرف سراج هذا الشاب لو مجرد تبيع الله يساعدك شلون صحة حبيبي أنت جاي تشتغل هنا بالسوق إيه يعني هاي مشغولاتك اليدوية لا لا أنا عامل هنا ها عامل إيه مارسها والدي والدك بس إيه وأنت ليش ما تمارسها أنا عامل هنا بس شغلتي أبيع وهاي لا حتى نحافظ عليها ونخليها مهنة مستمرة وخلنا نمارسها تعلم منها إن شاء الله والله إن شاء الله كأنك ما مقتنع بالسالفة لا مو مقتنع بس صايم وأنت جايدة تقول لي بس صاحبي بس يبيع ما يشتغل بيه ها والله أنا أشكرك تسلم أتمنى لك صحة يعني ما اعرفه بالشباب يبدو صايم وتعبان حقيقه و
هاي مستلزمات مدرسيه جاي تباع هنا بالسوق. انت محلك كان محل سراجين لو مختلف من زمان؟ لا 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 من زمان يعني ابو جده احنا نشتغل بالكتب. ها اي اصحاب مكاتب. هذه المهنه راح تنقرض باقي مهنه السراجين الرئيسي؟ والله هو كان هذا بالفعل يعني السوق هذا كان كله للسراجين فقط. اخو بعد من نزل هاي المنتوجات الصينيه والسوريه والهاي لا يعني صار منتوجهم حيل تعبان يعني ماكو اقبال عليه. قامت الناس تلجا للصيني والسوري. بس اللي مثلا اكو ناس دور انه الشغل العراقي هوايتهم اي دور الشغل العراقي دور شلون نقول فتشي زين يجي يوصيه. وهذه منطقه صناعه يدويه مو؟ هي بالفعل هاي كلها صناعه كلها صناعه يدويه ما حد يشتغل يعني هم كانوا لا 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 مثل لا مو مثل الهميان والكذا لازم يشتغل بالماكينه لازم بس هم يعني على بصوره عامه بس فارغ يعني الشارع فارغ ما في هذا دائما لا هي الاحداث اثرت على الشارع العراق بصوره عامه مو بس هنا يعني بصوره عامه انه اثرت على لكن وايام رمضان الدنيا حاره ناس صايمه ما تقدر تطلع بالايام العاديه اكو اقبال على بضاعه على بضاعهم يعني يوم احنا نلتمسه يوم الجمعه اي يوم الجمعه اكو ناس انت شو تبيع مستلزمات مدرسيه يا اخو انا اشتغل ملازم مدرسيه كتب شعبيه اي يعني هم مكتب العرجي ومكتب الطابعي يطبعون هنا احنا وكلاهم شغلكم متوقف بسبب الازمه لو زين يمشي له تاثير الشارع العراقي بصوره عامه اللي تأثير مو بس أحكي لك سواء على الملزمة لو لا لا ما لا أنت شغلك بالتحديد إيه لا لا شغلي إيه إيه أكو فرق شاسع وين كان وين صار هيك تبيعون جملة لو إيه أبيع جملة قد تبيعون باليوم يعني مو قبل قد تبيعون ماكو تحديد يعني هو شلون نقول إحنا بس تراجع الله بس تراجع أنا يعني فرق شاسع إيه تراجع إيه أنت خريج شنو أنا طالب إدارة اقتصاد سنة ثانية وتركت والله أتمنى تكمل دراسة إن شاء الله يلا شكرا جزيلا حبيبي يا عمري أشكرك صاحب مستلزمات دراسية وسط سوق السراجين والسوق حقيقة يشهد كساد كبير وندور على صاحب محل قاعد المحل على الأقل يسولف لنا عن الشارع ثلاثة أرباعهم معزلين واللي موجود بالشارع حقيقة هو يعاني من كساد. مساء الخير. شلونك يابا تسمح لنا؟ شلون الصحة يابا؟ أبو من عيني. أبو ليث. أشو هذه الصور الجميلة صور قديمة. مي. أشو مخضرم أبو ليث أنت؟ إن شاء الله. آه؟ من طلعت تقاعد صرت مخضرم. والله. نعم. طلعت تقاعد مو من المهنة. لا من الوظيفة. من الوظيفة. أبو زيد تصنع حقائب. لا كنا قبل نصنع حقائب ونصلح قناع حقائب وبالتالي هسه إن شاء الله ماتت بجهود الخيرين اللي يستوردون وما هذا لا تصنيع ولا هذا. زين. إيه. بس هذا الشيء صلح حقيبتيش هذا جنطتيش يصلح حقيبتيش هذا الجنطه هسه نصلح بس الارقام نصلح واذا عندنا تبديل قفل نبدله او نرهم القفل ثاني على الجنطه ونمشي فيها ونعزز في شغله نعزز الاقتصاد الوطني احسن ما الجنطه تنذب نصلح لها وترجع كانما مثل ما تشتغل مثل اول هذا احنا بس يعني شغلتنا تعزيز الاقتصاد الوطني باقين لا استجاره ولا نجاره اها يعني هذا الشارع بامكانه ان يصنع حقيبه كل شيء يصنع بس الخيرين التجار اللي دي ينافسون المصالح او المهن شو اسمه الشعبيه كلها انتلفت اندرست لانه التاجر يجيب لك حاجه مال مرتين استعمال مرتين تنذب وتروح بينما الصناعه الوطنيه لا الصناعه الوطنيه بها جوده وبها متانه ويقدر اللي يستخدمها ما تستهلك عنده بهيك السرعه لانه هاي السياسه الماسونيه العالميه تدمير الاقتصاد العالمي عن طريق الاستهلاك السريع زين
هذه مؤامرة صارت طبعا اعتيادي. احنا سد نعيش مؤامرة من يوم وفاة الرسول الى يوم القيامة. بس اكو جانب حكومة المفروض يهتم بكم غير والله هذا القطاع المعامل العراقية تشتغل محامل ليش كان هسه المفروض ايه؟ المفروض هسه جميع المؤسسات الدولة تشجع الصناعات الجلدية او معامل الصناعات الجلدية اللي تنتج عن كل احتياجات الجيش زي. واحتياجات الوزارات هذه. لكن السرقة العامة اللي ماخذيها كمبدأ للسرقة للمال العام عن طريق الاستيراد وعدم استفادة من الانتاج المحلي بالسوق، هاي اللي يشجعهم. ابو ليث انت قبل شنو تجهز؟ يعني كنت كل اي مؤسسات تجهز؟ لا احنا ما نأسس مؤسسة من نأسس مؤسسة زي. لكن انا بدي اشوف على واقع الحال انه جميع دوائر الدوله هدفهم الوحيد سرقه المال العام عن طريق الاستيراد بكلفه قليله وش اسمه وياخذون كمشين من هالشغلات، بينما اذا اخذها من الانتاج المحلي ما راح يحصل، راح يمسح ايده بالحائط، وهذا منافي للاقتصاد الوطني. تتفقوا يا زميلك ابو ليث؟ اكيد والله اتفقوا. يا يعني تعتقد انكم مساله تدمير للصناعه العراقيه؟ طبعا انت انتاجك احسن من انتاج البرة. والله ما يخدموك هم البرة، انت اللي خدمك ابن البلد. ابن البلد دمروا هجروا اكثرهم تهجروا، فبقت التجاره والصناعه مالتنا مخربطه. انت تشتغل هنا بنفس الشارع لو زميلك؟ لا انا صديق جاي زياره. جاي زياره؟ نعم. اي بس ابو ليث انا جاي اشوف لك صور قديمه، جاي لازم لك جنطه وهذه قبل من شان عفيه موجود، لانه احد الفضائيات العراقيه جتني زارتنا وسوت لقاء ويانا واخذت معلومات عن السوق، شلون كان السوق من بدايه السوق، شلون كان يعني قبل الى ان اصبح سوق السراجين، واصبح جسمه سوق السراجين هجروا للظروف المالية أو القدر الإنسان. لا مثلا إنسان توفى منه ما حد يحل محله، لأنه ولده راح موظفين أو راح يشتغل غير شغلة ثانية مو السراجة. والسراجة من أشهر سراجي هنا بالشارع كان؟ والله هنا كان أبو جد تبارك، أبو محمود شكر، أبو شكر هو أبو محمود الولد اللي قبل شنتو يمه، هذا هو اقدم سراج عندنا، وكان والدي هم اقدم سراج موجود. طبعا انا بالنسبه لي صورته موجوده هذه الى جانب صورته. صورتي والدي كانت هاي موجوده. لابس البغداديه. اي لازم لابس الصداره الصداره البغداديه. حتى عاد واحد من اخوتي لا صور من عندي قال محتاج صداره، رحت السوق للرشيد اشتريت الصداره وهديت له اياها. زين انت اشهر شخصيه صلحت لها حقيبه بذاك الوقت من هي؟ والله هوايه عندنا يجون من مجلس الوزراء، يعني جماعه جايبين السابق لا الحالي. لا الحالي والسابق حفظ. ايه؟ يوم ضحكك انه واحد جماعه جايبين قمصله مال وزير الداخليه مال ايام صدام سبعاوي. اي فقال هاي سحاب ما تعاطل ما شنو، قال له صلح الكيا وتشتغل. يوم عودين خاف تسقط ما شنو قيمتها 200 الف دينار ما ادري بيش، يعني جير طبيعي. اي فاشتغلناها وسوينا لها، قال اذا اشتغلتوها راح نحصل غدا من عنده، واذا ما هذا ناكل عقوبه. قلت له سوينا لها صنعنا لها وطيناها القمصله مثل ما كانت الاول، فحصل له شو اسمه كمكافاه احسن ما حصل عقوبه. غداكم لولا؟ لا مو احنا، هم لا هو صاحب الشأن، صاحب الشأن اللي هو سبعاوي. يعني نقذته من سبعاوي. اي نقذناه من سبعاوي، حصل مكافأة ما حصل عقوبة. والله صاحب فضل انت. نعم الله. قلت لك احنا نعزز هسه احنا باسم دورنا هنا بالمجتمع. هسه منو يجيب تعزيز الاقتصاد الوطني بتصليح الحقائب اللي قيمتها 40، شنو فرقها اذا دفعنا 10,000 او 5,000 او 2000 ورجعنا للجنطة تشتغل مثل الاول. والله ابو ليث انت عندك حكايات يبدو مسلية ومشوقة. هسه منو اللي يجيب لك حقيبه تصلحها لها؟ شنو نوع الحقيبه؟ هل الحقيبه لازم ماركه تكون؟ ادري لا هسه بالنسبه الحقائب اللي تجي بس مال السفري والحقائب الدبلوماسيه. أي. يعني
ما اقدر اقول لك ان انسان يطمئن عن نفسه من شايله جنطه دبلوماسيه. تصور في يوم واحد يعني بايام النظام المقبور جاب يوميا جايبين لنا جنطه مالته مفسخه. يابا هاي شنو؟ قال يابا اني من اطلع من الدوام اخلي بيها بوتيته وبصل وش اسمه وطماطه وهذه فشايلها، يقول شايلها بيدي شافوها ثقيله عبالهم بيها فلوس. يجون هذا يقول جايبها يده مخلوعه. يابا يابا ما بيها كل شيء فيها، من يفكوها يغموه ويطوه اياه. زين هسه الحقائب هم نعرفها مثل الباركر والشيفاز الاقلام، هم اكو ماركات له؟ اكو ماركه مثلا عندك يونيفرسيتي ودبلوميت وش اسمه واشكال وش اسمه ودلسي. درس يعني من نشوف الحقيبه بالتلفزيون عندك خبره تقدر تعرف ماركت؟ اي طبعا اعرف ماركت لانه انا مستخدمها، انا من سنه 82 اصلح جنود دبلوماسيه. وزرائنا الحاليين مسؤولين يهتمون بالكاريزما من رايك؟ يخلون جزء من شخصيتهم الحقيبه الماركه؟ لا انا بالنسبه لي والله ما محتك بيهم، بس هم ما اتصور يعني يوصلون الى مستوى هيك شغلات لانه شغلتهم غير شكل. هم صينية؟ لا ياخذوها من الاجانب من برا، ياخذوها من برا ياخذوها النوعيه زينه، بس ما تجينا يعني قليل يعني 1% تجينا عاطله. فد مره واحد يعني مجلس الوزراء جاب لنا جنطه يعني عطلها بسيط بس جلديه يعني مال محامي، فقعد صلحت لي بشغ بسيطه سويت لي اياها. قال لي جيد؟ قلت له خليها على حسابي. قال لا ما يصيرون. المهم شان مبلغ اللي خجلني بيه، ها مبلغ يعني زين، مو يعني مبلغ هذا زين يعني انت محظوظ. انا ابو من العفو ما اعرف. ابو فايز. ابو فايز انت عندك ذكريات هنا بالشارع؟ نعم عندي هذه الشغلات تراثيه يعني. تراثيه تتم بالامتكار. احنا كنا نحكي قبل قليل ويا ابو زيد واحد من اقدم المجلدين هنا بالشارع. نعم نعم. اشو شنو ما متفائل، يقول خاف 4 سنوات 5 سنوات القادمه ينقرض هذا الشارع. اكيد يعني ماكو اهتمام لانه دا يغيرون بالمعالم مالت الابنيه الشغلات يعني هسه هذا. اكيد اكيد الاستيراد طبعا له تاثير يعني مو مثل الانتاج. ايش قد عمر هذا البناء؟ هذه الايوانات البناء من ايام العثمانيين. العثمانيين لانه الوزير الوزير التركي بنى هذا الجامع، جامع الوزير. جامع الوزير حسن باشا. كان ايه شلون صار انه لقوا جزمه مبلغ من المال مسروق، فما عرفوا منه صاحبه، ففتوا عليه انه يابا افني بيه جامع وسميه جامع الوزير. يعني مال مسروق ما يعرف يعني مجهول الصاحب، ما هو صاحبه ما عرفه صاحبه، فقعدوا بنوا به جامع الوزير ومنتهي الشغل. عندك شيء تضيفه ابو ليث؟ هذا شوف هذا الطابوق البناء كله، هذا كله طابوق سور بغداد. سور بغداد العباسي. سور بغداد العباسي. ها اي مو تفلش، جابوه بنوا بها القشله الجماعه هاي كلها بنوها. ها جرى ترميمة منذ 13 عام بعد التغيير، جتكم لجنة فحصت الطابوق قالت ايش وقت؟ شوف بالنسبة للسوق ما كان هاي النقشة الموجودة اللي دائماً جوا المحجر، كانت ماكو نقشة هاي لأنه مدروسة وهذا. المهم سنة 75 اجوا فرغوا السوق وقعدوا وسووا هالنقشة. هاي بال 75؟ اي بال 75 بعد 2003. اي لا بعدين 2003 سووا هاي الطوق اللي موجودة، هاي كانت ما موجود بها شيلمان. فمن صارت هذا التشققات بالسقوف بالجزمه فجابوا شيلمان ابو العشرة انش، فقوسوه وخلوه وغلفوه بطابوق. هذا اللي طابوق السلد الخارجي هذا مغلف به طابوق الشيلمان القديم يعني اللي جديد خلوه سنه 2003. هاي أيوة. هذا هاي اللي سقوط السوق تعتقد له؟ والله لا ما قال السقوط لانه بناء قديم ومضبوط، بس عتب على شو اسمه على الاوقاف الصيانه له بالنسبه للسطوح مالتها لا، لانه تخر ثم هي اذا تخر همين هذه يهدده بالانهيار. شلون؟ لا عندنا كم غرفه وقعان
السقف مالها متكون من خشب قواغ وبردي وتراب، لا عقاده ولا صبابه. نعم. يعني ماكو شيء، لا تقول شلمان ولا مزون على الخشب القواغ، وش اسمه محطوط فوقه شو اسمه الحصران البردي. نعم. وتراب مغطيه وش اسمه ومطبقيه بطابوق الفرشي القديم المربع. هاي بس هذا انا اشكرك ابو ليث. شكرا شكرا جزيلا شكرا. فاصل مشاهدينا ونواصل. شكرا لتفضلكم بالبقاء مشاهدينا. ماذا طبعا اني بعد جولتنا في شارع السراجين اللي هو كان متخصص يفترض بصناعة الحقائب وكل ما يتعلق بالجلود، وهناك تابعنا معاناة أصحاب المهنة واللي كانوا يتحدثون عن شبه انقراض للمهنة بسبب الكساد، توقف البيع، منع دخول السائحين طبعا، وعدم تجوالهم في السوق بشكل يعني على الأقل يتساوى مع ما كان في السابق. أنا الآن في إحدى المحلات المتخصصة ببيع التحفيات والأشياء التراثية والأنتيكات، وأيضا اللي متخصصة ببيع الزوالي اللي البسط طبعا البسط القديم. أنا يعني مهند أحد الشباب اللي هو أيضا من رواد المهنة، تفاجأت يقول أنا من عام 1991 لو 90. يلا سولف لنا مهند. حياك الله. أغاتي أهلا وسهلا. شلون صحة؟ أيوة الله يسلمك. انتوا جاي تعانون مثل ما يعانون جماعة السراجين لو شغلكم تمام شوي؟ بالعكس احنا السراجين زين، احنا ابد منتهي شغلتنا، احنا سياحة اجانب. سراج يعني يجي مثلا عراقي ياخذ حزام جنطش، احنا ابد، احنا شغلتنا سياحة اجانب. يعني احنا بزمن صدام بالتسعينات انا اتذكر هنا الله وكيلك نبقى 12 بالليل الاجانب يروشون. 12 بالليل؟ 12 بالليل مقابل المدرسة المصنصرية. مقابل المدرسة المصنصرية تبدي المحلات من نفق هذا براس الجسر ينتهي سوق العبي مال الزلم. نعم. واكو بعدها محلات جوا. الروافين مال الروافين. الروافين رحم الله ديك مال الملابس، الروافين مال الزوال يصير جوا عشط، بس احنا نبقى يعني كنا بزمن صدام يعني 12 بالليل اجانب وحركة قوية، المدرسة مفتوحة 24 ساعة. للسائحين. للسائحين. مع العلم كان يعني بها بس حارس واحد رجال الله يذكره بالخير اذا كان موجود. بالمدرسة. بالمدرسة. هاي لازمها كلها. يعني قلت لك متروسه محلاتنا كلها نبقى 12 بالليل 11 بالليل نكون ناس عزب 8 و9 بس، يعني قلت لك نبقى 12 بالليل يعني اكو اجانب بها امل يجون، سياحه قويه، عندك الجمعه كان شغل قوي. من حد صار السقوط لحد الان اول شيء السوق انتهي اندمر، تشوف انت هسه تكرم صار احذيه وجناط وشحاطات، شفت تغيرت ملامحه تماما. اي مدرسه ام شويه تغيرت، جايين بذيك الفتره جايين على الاقل بال 98 بال 99 كان بينفس. اقول لك انا من 90، أنا صغير من 90 أتذكر، الله شاهد، شغل خير من الله، يجون الأجانب السياحة، شغل خير من الله، من تبيع تستفاد. قلت لك يعني من صار السقوط لحد الآن مع الأسف يعني السوق اندمر كلش، ومو بس سوقنا، سعوف سوقنا، المدرسة، يا أخي أقدم مدرسة بالعالم، أقدم مدرسة بالعالم، منتهية. يعني يجي سائح من برا، أجنبي يجي من برا، يجون هسه مو ما يجون، بس قلة. يعني قبل مش أقول لك مثلا قبل كان يومية، الجمعة خوباً يجون هواي لانه كانت عطله مهرجانات يجون. هسه يجيك الاجنبي مو يجيك، يعني شو اقول لك مثلا نقول بالشهر بالشهرين كل ثلاث اشهر اربع اشهر يجوك ثلاثه اربعه هم بها مجال. يدخلون المدرسه لو ما يدخلون؟ صراحه اكمل لك، يجون مو ما يجون، غير من يجي غير الدخله تخلي ياخذ يفتار يشوف ما يدا يدخل. ليش ما يدخل؟ الا موافقه من الضابط، الا كتاب رسمي الله يطب. السائح الاجنبي. السائح الاجنبي. ما يدخل للشارع لو للمدرسه؟ لا للشارع يدخل، بس المدرسه يا اخي من دا يجيها ما دا يدخلها. لعدم ما مفتحين مدرسه مصر. والله ما اعرف. غير مدرسه تاريخيه. يعني الا كتاب، يعني هو سائح جاي دا يجي يريد يزور المدرسه. خليه يطوب، هذا من راح يطوب ويشوف هذا التراث القديم والمكان، هذا من راح يروح البلد ايش يقول؟ شفت فد مكان حلو. هالتراث بغداد، تاريخ بغداد. ايش راح يصير؟ انت تسمع ذاك اذا مثلا بدولته راح يسمعون ايش راح يصير؟ راح يجون. اكيد يتوافد. الله وديك راح يجون. تصير حركه. ترجع الحياه للسوق. تصير حركه، بس اذا يروح يقول انا شفت معاناه وما دخلوني. اكو حد يجيك بعد؟ شنو اسباب المنع برايك؟ ليش؟ اول شيء كان الصيانه، على اساس هسه الصيانه يعني. نعم. هسه على اساس راح تكمل ان شاء الله عن قريب. هو قبل الصيانه اصلا كانت يعني ما كان قبل الصيانه، يعني قبل لا يسوون الصيانه غير مسموح لكم، كانت الطب وانا طب العراقي طب عادي، بس الاجنبي من يجي ما يدخلوا الا بموافقه. غريب. مع الاسف والله، هاي اقدم مدرسه يعني مو بالعراق، بالعالم، العالم كله.
واذا تريد التهمات نشوف غير يسال شوف شو يقولوا لك. هاي المعاناه الاجنبي من دا يجي مو دا يجي بس قلت لك قله يعني شويه الشارع حشاك انت لعبان نفس من وراء الحماميل ما يحترمون وهاي البسطيات الطالعه ساده السوق كله كل ما نطلع له بسطيه 10 امتار ومحله فارغ يعني دا اشوف يعني شغله يعني مو حضاريه يعني مو حلوه يعني مدرسه مستنصريه روح شوف هسه تبع روح شوف السياج الوصاخه والشوادر عليها مسوين والبسطيات والقذاره ليش هيك يعني مع الاسف واحنا اقدم مدرسه بالعالم هاي ان شاء الله. فقلت لك احنا شغلنا هذا الشارع ايش يحتاج شارع المدرسه المستنصريه على مود السائح نلفت انتباهه ويجيك ويتسوق منك ويدخل الى المدرسه شنو المستلزمات اللي يحتاجها السائح احنا يعني نريد اول شيء هاي البسطيات مال تكرم الاحذيه وهاي الشغلات اول شيء تنشال تقصد تاثيث الشارع من شلون لا عادي الشارع من يطب راحته اول شيء النظافه نعم نظافه وشوف النظافه مجاري مسدوده قبال المدرسه غريب الوصاخه الشيء الثاني عندك السائح من يجي يعني دا يشوف معاناته من المستطرق اللي هو الحمال وغيره مو بس سائح يا اخي سفرات هسه سفرات هاي تجي قدامي والله بنات يعني فد سوالف ما حلوه يسمعون فاتحين ياها هذا الشارع للعرباين وهذول اهل المحلات اللي هي البضاعه لهم والغراض لهم سادين السوق على الحمال خلين شلمانات ها هم سادي وهاي دوله سادته وفتحوها فقلت لك كل من بكيفه هاي كان هنا بزمن صدام اكو صبه ما حد يحركها اكو واحد يحركها هذا السوق خاص بس للسياحه للاجانب للسفرات للعالم التجي هسه روح فاتح اياها للربلات والعرباين ها تحكيها بنشوف قبال محل رحم الله والديك هاي كانت مسدوده فتحوها بفلوس اطوا فلوس كانت بكتها لبوا فلوس وفتحوها للصبه تحكيها كل من عندك يصيح بس يابا ليش هيك مو هاي منطقه تراثيه ومدرسه هذا السوق مو مال عرباين مو مال حماميل مو مال بسطيات مو مال قذاره روح شوف السياج الوصاخه والشادر مخلي لي شادر واحد نايم مخبل زبالته وهو والشنابر وهاي ما يصير هيك ليش هيك حرامات فقلت لك ابن عمي سوق انت مهند منو زبونك حاليا منو زبونك يعني شلون زبوني الحالي منو اللي يشتري منك منو اللي يقتني منك قلت لك يا اخي احنا شغلنا ذا مو اجانب ومو سياحه ومو حركه ما نشتغل ماكو قيمه لعملك ابد بالعكس السائح من يجي هو هذا مستاجر المكان لو شراء محلات محلاتنا مال الدوله نعطي ايجاراتها للدوله واكو محلات ملك المن هاي للدوله تابعه للعقارات الدوله عقارات الدوله اي أيوة واكو ملك ايش قد ايجار هذا سنوي ولا شهري والله ابن عمي احنا دا نعاني من الايجارات اول شيء كان ايجارنا 500 بالسنه زين هسه ايش قد صار هسه سواه مليونين و400 مليونين اي هذا شوف الزغيه بالسنه بدون ما يعني موطلع او ولا شيء واحنا اذا شوف شغلتنا ميته كلش ادري متر متر هذا رحم الله والديك حكينا مليونين لو اكو شغل وسياحه قويه وشغل والله ندفع من دير بال بس انت تشوف شغلتنا احنا مو اجنبي ما نشتغل العراقي هسه ما يجي يدور لزوليه من هاي اللي يدوي الايراني القديم اللي سعره 3 اوراق كاشاني او اصفهاني مثلا ولا ياخذ الابساط لانه اكو بيهم مع الاسف ما يعرفون قيمتهم هسه خاصه تجي لهسه الوقت ما يعرف قيمته الابساط والزوليه انا صراحه تفاجئت بشبابك يعني من دخلت المحل يجي شاهدتني من قلت لك انت شاب ايش عندك تبيع هاي الادوات القديمه اي لا انا مو صحيح انا تشوفني بس انا يعني هوايتي بيها وش قد جوني؟ هوايتك متوارثها؟ لا ما متوارثها لو هيك من واحد لا والله انا اول شيء اخوي اشتغل هنا انا عامل وجيت انا هم اشتغلت اخوي بطل صار موظف انا بقيت اشتغل 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 صار يعني شلون واهس بيه صارت ملكه عندك اختصاص اي يعني شلون تولعت بيه زين فبعد قلت احب هالشغله ما اقدر لانه شغله حلوه يعني بالنسبه للدلال والمزهريات والزوالي يعني تباوع الشغل هذا بده يشتغله شنو من اللي يشتغله فصار عندي خبره بيع فانا جوني بدل محلك بيع فلان شيء جنط قلت لهم ابد وين ما تصير خلص يصير اكو الله الحمد لله بس احنا شويه نريد يعني شويه مدرسه تحسن شغل هذه الانتيكات المعروضه ايش قد عمرها؟ متفاوته مو؟ والله انا الانتيكات تقريبا ماكو عمر واحد اشكال عندك اشكال؟ اشكال اقدم انتيكه عندك بالمحل عارف عندي اشكال قلت لك يعني شو اقول لك؟ يعني هو عندي شغلات قديمه مزهريات يعني الى اي عصر عائد؟ يعني مثلا فات 50 سنه 60 سنه 70 سنه 80 سنه هذا اقدم شيء عندك؟ 90 سنه 100 سنه بس كلها شغلات 100 سنه؟ اي اكو عندك؟ اي زوالي عندي 100 سنه ما تبيعها
هو غير السائح اللي من يبيعها مو قلت لك السائح ما يجي لانه هو السائح يا اخي من يجي السائح هو يعرف قيمتها ويقدرها هاي وحده ومن ياخذها مني يعني هو الممنون بحيث مني يروح هناك عندهم فشي كبير فيعرف قيمتها هذا بيها هوية بلد اخر وبتراث شعب اخر يس العراقي قام يدور من هذا السوري والصيني بس مجرد كشخه بس هو ما يعرف قيمه هاي بس على كل احنا ما نريد يعني بس نريد شوي سياحه البلد يتحسن حركه تصير هاي احنا نريد قبل ايش نريد انت قلت عندك محل مازوالي مجاور له هذا محلي مال تحفيات وفضه ونحاسيات وهاي والمحل الثاني ببسط وزوالي مخلي بيه ها اي هذا المعروض اللي يمك شنو هذا؟ هذا هم قديم؟ هذا قديم هذا عندك بسط هاي شغل عراقية هم مالتنا شغل الحمزة وشغل القاسم شوف شغل الحمزة هذا أسعاره محددة لو لا كم من أسعاره كم من أسعاره هذا كم من أسعاره كم من أسعاره إيش قد أسعاره؟ مو سوي أكو عدي 20 أكو 50 أكو من هذن 150 إيه أكو 200 على حياكل على حياكل على حياكل كل ما يكون قديم وحياكته حلوة شغلة يصير أغلى كل ما يكون حياكته مو شيء يقل سعره وأكو حياكته حلوة بس مو قديم نعم. يعني نقول مثلا صار له 20 سنة 30 سنة بس أغلى من القديم ليش لأنه صار ساقته أرقى وأغلى هيك أنت السبح ما عندك السبح والله أنا عندي بس ما أشتغل يعني ما تشتغل الشيء الزين لأنه ما قلت لك كل من هو شغلت أنا شغلتي هاي المدرسة اللي حشينا عليها مستنصرين هاي زين عمي احنا ننظفها نعم. أنا نظافة ترتيب عشب لي قدام هاي أنتوا تنظفوها الباب أنتوا تنظفوها طبعا السوق احنا ننظفها أمانة ماكو زين لسه ماكو أمانة لازم استريح المدرسة مستنصرية ماكو أمان؟ لا أقول لك أمانة الشارع هذا يعني إيه أمانة بلدينا ما ينظفون أبد 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 مجاري أروح شوفها اللي قدام مسدودة بال المدرسة هل سنروح لها؟ يا روح شوفها قدامك روح صورها مجاري مسدودة بلدية ما تجي احنا هذا السوق ينظف عندك السوق اكو زبال يجي العصر يلم نعم ويطوف فلوس اسبوعيا انا اشكرك لا بخدمتك مهند تسلم شكرا جزيلا هلا طبعا مستمرين بجولتنا في شارع المدرسة المستنصرية ابو ليث ابو زهراء طبعا يقول بداخلي حكي كثير بالنهاية كلام كثير يلا ابو زهراء تحدث لنا بالله شنو الكلام اللي بداخلك انت والله بشارع المستنصريه مستنصريه على الوضع بالبلد هذا ها الوضع بالبلد ايش في الوضع وضع كنا نصور بانه عهد النظام السابق من يجي وضع جديد عمليه سياسيه جديده زي. تكون افضل من ما عمليه سياسيه السابقه او النظام السابق ايه طلع الوضع غير شكل مختلف يعني مختلف من ناحيه سياسيه ومن ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه الأمنية زين. مختلف كلها العالم كانت تحس عادي نظام السابق بالظلم والغبن والإجحاف السرقة هسه طلع أكثر بعد كان عالم كان تتصور أنه عنده حقوق عادي نظام السابق لما جيت تأخذ حقه من هنا لا صارت أكفو إن إنسان اللي قانون قوانين مال البلد هسه ناس تشملهم ناس ما تشملهم اللي عند حزب او جهه سياسيه منتمي منها يعطونه لكن الانسان الفقير اللي ما عنده منتمي الى اي جهه سياسيه لا شنك ملشوم عندك حقوق من الدوله طبعا انا منتظر النظام السابق شلون انا كنت اشتغل بهيئه التصنيع العسكري في منشاه صدام العامه في عامره الفلوجه نعم وكنت اشتغل هناك وتعرضت الى اضطهاد وتعذيب من قبل كان منتسبي جهاز من خاص بعهد حسين كامل بسط وقتل وتعرض لهالشيء فحتى طلعت اسباب صحيه من الدائره ومن الجيش طلعت اسباب صحيه نتيجه وضع استبداد يعني استبداد فلما نجيت بالنظام السابق قدمت الى احد جديد اوراقي مشمول حتى المحامين الى المحكمه الجنائيه العراقيه العليا محكمه الساعه واوراقي سليمه وشهود عندي ولجان طبيه وهذا لكنه شو توقفت معاملتك لعدي؟ وقف من وقف؟ القضاة ماتهم كلهم يريدون رشاوة وفلوس يريدون شون يعني بالحرف الواحد نعم 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 حرف محققين قضائيين وفلوس يعني حتى انه كان المحامين قال له يا بدطينا فلوس مكان لكن انا ما عندي فلوس قال لي يا بقدر مشي بدطينا مشي القاضي راح يسمع كلامك هسه طبعا انا اسمي باسم ماهود عيسى زين ماكم وعدي قرار مال المحكمة الجنائية العراق العليا زين موجود بالمحكمة الجنائية العراق وقدم التمييز لكن ما مشى التمييز مالتي زين حتى المحامين موجودين بين حكم جنائي قال يا بدي اعطينا فلوس واحنا مشي لك يا امور قلت له ما عندي امكانيه
انت ايش صار لك هنا في شارع المستنصر؟ والله يا عمي يعني اشتغل من الطفوله من السبعينات، انا هي مواليد هاي بسيطه؟ اي نفس 53 سنه عمران ما تغير؟ لا ما تغيرت. وش تغير بشارع المستنصري؟ تغيرت ال ال الوجوه يعني، وبعض الامور بعض شغلاتي بالمحلات تغيرت بيها، لكنه النفوس تغيرت. شلون النفوس؟ اسوء صارت من معاهد السابق. والله والله العظيم جيرانك اصدقائك؟ ابد ابد، كلهم راحوا، الناس اللي قدام كلهم راحوا الطيبين، هسه جو بس الناس الملوثين. بس مو كلهم يعني. لا كثير، معظمهم المعظم. فالمعظم اكو بقاعده فقهيه شو تقول؟ تقول الاستثناء لا يغلق القاعدة. زين. إيه عرفت شلون؟ الاستثناء لا يغلق القاعدة، يعني القلة قليلة هذا ما يعتبرون فشيء. هاي المدرسة قدامك مغلقة إلى الآن. لحد الآن كل هذا شفته، ما حد حتى بدأ عهد النظام السابق كان ما يطبوا له قليلا جدا. هاي صار لها قدامها، هذا كان سوق مسقف وكان كله مثل هاي السوق الموجود، هاي السوق، لكن وهاي كلها محلات. فلشت وصارت هالشكل. مصالحكم تتعارض مع إغلاق المدرسة لو؟ مصالحنا، مصالحكم الاقتصاديه بدون فائده، وجودها بدون فائده. مدرسه وجدت مدرسه او ترممت المدرسه المستنصريه او ما ترممت بدون ما تنفعنا ولا كل شيء، ما يبقى اي نفعيه غير تفتح المفروض. ما بي اي نفعيه حتى الحين يجون حتى ما بي اي نفعيه. بس والله العظيم ليش؟ لانه ما له تاثير يعني، والله العظيم ما له كل تاثير، كل تاثير ما له. بس هذا جانب مهم، جانب تراثي وتاريخي. التراثي شو يفيد للناس يعني؟ هسه موجود شو تفيد العام؟ شو تغير من الناس من حقيقة طبيعتهم من معيشتهم؟ شو تغير؟ ما تغير شيء، مجرد احجار. لا اذا يجيك السائح ويجون معه وفود، والله ما اي تاثير، ماكو اي تاثير. العالم تجي تتجول، والله ذا السواح يغيرون شو اسمه، بس اللي يستفادون هالتجار تحفيات ما تحفيات. وانت ما تستفاد؟ لا كل شيء ما استفاد. والله والله العظيم كل شيء ما استفاد. التجار يستفادون، اهل التحفيات والضيافات اللي انتقلوا من هنا راحوا للكراده، انتقلوا من هنا لانه الوضع الامني ما يسمح لهم. هناك شويه بالكراده الوضع الامني افضل. ليش ما يسمح لهم؟ شالونا، موجودين معروفين هنا بسوق هنا. ياسر حمد خلف وباسم ليش مطيار. ليش شالوا؟ بس الوضع الامني شنو؟ ما يقدر يجون هنا. ما يقدر يجون هنا الحقيقه. صوته مسلح يصير؟ نعم يخافون يجون هنا. يجي كم واحد وياهم شرطه يا معوذه دخل عليه. ايش قد دخلوا هنا عليهم؟ ايش قد دخلوا هنا مسلحين بالسوق هذا؟ زين على سمعين. على محل الانتيكات مو انتيكات جوا هنا على ملابس كم واحد دخلوا هنا جماعتنا؟ اي والله العظيم وش كم واحد دخلوا هنا؟ يا الدوريات اللي بالباب شنو؟ كل شيء ما في شنو شغله؟ هاي كلها مجرد شكليات. والشباب شلون؟ شلونكم عين؟ تعبان مو؟ الحمد لله. رمضان زين؟ زين الحمد لله. والله شغلكم شلونه؟ الحمد لله نعمه من الله. نعمه من الله؟ اي نعمه والله. بالزين بركة الحمد لله. وش تشتغلون جوا انتم؟ بالملابس. بالملابس زين بركة نعمة. اجى العيد وصار ان شاء الله خير. خلص ورا العيد نعمة من الله. والله؟ والله العظيم خير من الله ان شاء الله. والله بس بعض زين. المحلات تشكو من يعني لا والله زين مو ماكو شغل ماكو بس مو مثل قبل الحركة. مو مثل قبل الحركة. ايه بس زين ماشي الحمد لله. الوضع الأمني في سوق بالزين ماكو شيء. هذا سوق السراي نفسه لو؟ ايه سوق القبلانية. سوق القبلانية. متخصص بالملابس. بالملابس والاحذيه بالجناب. اشوف ملابس نسائيه هواي مو؟ هواي بس النسائيه هنا. نسائي اكثر شيء بناتي. بناتي. تفضل جواب شوف تعال. مستورد البضاعه تجي مستورد؟ مستورد من الصين. ماكو خياطه عراقيه. لا انتهت. انتهت. كانت موجوده. كنتوا تعرضون بضاعه عراقيه؟ كل عراقي قبل كان بس من اجل الاستيراد انتهى بعد. اي والله. أنا أشكرك حبيب خدمتك. أنا وسهلا بكم على راسك شرفتونا. أنا مضطر إلى ختام الحلقة لأن الوقت بدأ يدركنا مشاهدين الكرام. تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والتقديم حامد السيد، كنت معكم من سوق السراجين ثم انتقلنا إلى سوق الأنتيكات السوق القديم مقابل المدرسة المستنصرية، والتقينا مع بعض أصحاب الأنتيكات اللي كانوا يشكون في البرنامج من اختفاء السائح الأجنبي ومنع السائح الأجنبي من الدخول إلى مدرسة المستنصرية، وهذا بدأ يأثر على مزاولتهم للعمل اللي هو يعتمد بشكل أساسي على وجود السائحين الأجانب. تقبلوا تحياتي مجددا وتحيات فرق العمل، التقيكم غدا في مدينة من مدن بغداد. في أمان الله.